بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ونشرتنا الرياضية هنا من قناة النادي الأهلي، متابعة حصرية ومتابعة دائمة لكل ما هو جديد وأخبار النادي الأهلي اليومية سواء في قطاع كرة القدم أو الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، وأيضا أخبار المونديال وكأس العالم المستمر في هذه الأيام، وينطلق غدا بإذن الله مباريات دور 16 والمباريات المصيرية مع كبرى المنتخبات الأوروبية والمنتخبات من أمريكا اللاتينية في المرحلة النهائية من مباريات كأس العالم روسيا 2018. بالتأكيد فريق النادي الأهلي العد التنازلي والاستعداد لأولى المباريات والانطلاقة الأفريقية أمام تاونشيب بطل بوتسوانا بإذن الله، هذه المباراة والمقرر إقامتها يوم 17 من شهر يوليو القادم على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا. يمكن فريق النادي الأهلي في هذه الأيام خلاص بيستعد من خلال مرحلة ثانية وأخيرة قبل السفر للمعسكر الأوروبي الذي سيختتم به الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاستعدادات النهائية للمباريات الأفريقية وانطلاقة الموسم القادم. أمام الجهاز الفني مباراتين هامتين وفي غاية الأهمية وفي بداية الموسم، مباراة تاونشيب يوم 17/7 على استاد برج العرب، وبعدها بعشرة أيام مباراة العودة في بوتسوانا. ست نقاط بالتأكيد مهمة جدا بالنسبة للجهاز الفني، لأن الفريق بالفوز بهذين المباراتين وبتحقيق الست نقاط سيدخل بشكل رسمي في المنافسة على المجموعة الأولى مع الترجي التونسي وكامبالا سيتي، وبالتأكيد سيبعد تاونشيب عن المنافسة في ظل أن الأهلي في المركز الأخير بعد أول جولتين في المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا. وبالتالي الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة ومن خلال عدد من التدريبات البدنية والاستعداد للمرحلة القادمة خاض مباراة ودية في ختام معسكر الأسكندرية أمام فاركو، وغدا هي المباراة الثانية الودية لباتريس كارتيرون والجهاز الفني للنادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد، حيث سيخوض فريق النادي الأهلي في الخامسة من عصر غد السبت بإذن الله مباراة ودية أمام فريق نادي الشمس في إطار الاستعداد للمرحلة القادمة وبداية الموسم واستئناف المشوار الأفريقي. يمكن فريق النادي الأهلي النهاردة صباحا كان بيتدرب على ملعب مختار التتش، وكان الجهاز الفني فضل أن يكون تدريب صباحي وعلى فترة واحدة، خاصة أن بالأمس كان أولى تدريبات فريق النادي الأهلي في ملعب التتش بالجزيرة بعد معسكر الإعداد في مدينة برج العرب بالأسكندرية. بعض الأخبار المبشرة بالنسبة لفريق النادي الأهلي وتعافي عدد من اللاعبين من الإصابات المختلفة خلال الفترة الأخيرة سواء باسم علي أو ناصر ماهر، لكن في نفس الوقت نتمنى يا رب بإذن الله من بعض الأخبار المبشرة أن يكون إصابة أحمد الشيخ بسيطة بإذن الله بعد إجراء الأشعة، وحسام عاشور يقدر يخوض التدريبات الجماعية بعد مباراة الشمس. النهاردة باسم علي بدأ التدريبات ودخل بشكل تدريجي في المران الجماعي صباح اليوم الجمعة، وأدى بعض الوحدات التدريبية مع زملائه في التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل تمرينه التأهيلي تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد ومخطط الأحمال البدنية في الجهاز الفني للفريق الأول. باسم علي كان تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة في الدوري أمام المصري يوم 20 مايو الماضي، وكانت إصابة في كاحل القدم والرباط الداخلي للركبة. خاض برنامج تأهيلي ومكثف طوال الفترة الماضية مع دكتور طارق عبد العزيز ودكتور خالد محمود، ودخل في الأحمال البدنية مع مايكل ليندمان وحسين عبد الدايم في معسكر الفريق في برج العرب، وأصبح جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية، لكن هيكون بشكل تدريجي خاصة أن فترة الإصابة كان بعيد فيها تماما عن التدريبات البدنية والمران والأحمال البدنية استعدادا للموسم الجديد. خبر آخر هو إصابة حسام عاشور في الكاحل وبرنامج تأهيل مكثف. يمكن في مباراة فاركو الودية يمكن حسام عاشور تعرض لإصابة كده خفيفة في كاحل القدم أثناء مشاركته في الشوط الثاني. هذه الإصابة يمكن الجهاز الفني فضل بالأمس في المران البدني ما يستكملوش للنهاية عشان ما يكونش فيه تفاقم للإصابة، وأدى برنامج تأهيل مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود. بدأ بالجري بشكل تدريجي خفيف لتجهيزه للحاق بمعسكر الإعداد الخارجي استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا بإذن الله. حسام عاشور بالأمس يمكن في المران البدني خاض جزء، لكن الجهاز فضل أنه يريح، والنهاردة كان فيه كشف كده عليه يشوف إمكانية أنه ينزل في المران الجماعي، لكن برضو الجهاز الطبي فضل أنه يريحه من مران النهاردة، وغالبا بكرة بالتأكيد في المباراة الودية أمام فريق نادي الشمس هيكون بعيد عن المشاركة، ويفضل الجهاز الفني أنه يريحه للمرحلة القادمة. عندنا معسكر خارجي مهم جدا للجهاز الفني هيقدر يحط فيه الخطة والتشكيل والعناصر اللي هيبدأ فيها المباريات الفترة القادمة.
أيضا من الأخبار الجيدة بالنسبة لمعسكر فريق النادي الأهلي وتدريبات فريق الكرة خلال المباراة الودية، يمكن شفنا بعض الاختيارات للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون في توظيف عدد من اللاعبين في مراكز مختلفة، سواء للتغلب على غياب عدد من اللاعبين أو لتجربة عدد منهم في بعض المراكز لا تحسبا لظروف معينة قد تطرأ بالتأكيد في بعض المباريات وعلى مدار الموسم، وده شيء جيد جدا بالنسبة للجهاز الفني اللي يحاول يجد أكثر من بديل في أكثر من مركز. وبالتالي أكرم توفيق النهاردة يمكن شارك ظهير أيمن في مباراة فاركو في الشوط الأول، وبالتالي أبدى سعادته بثقة كارتيرون على أنه هو دفع به في هذا المركز كظهير أيمن، وقال أكرم توفيق أنه متفائل جدا بالموسم الجديد. قال أكرم أن الجهاز الفني يعني هو تحت أمر الجهاز الفني، وما حدث أن مستر كارتيرون طرب مشاركته في مركز الظهير الأيمن في ودية فاركو في ظل إصابة باسم علي، ومع رغبة المدير الفني في الاستعانة بمجموعتين مختلفتين في شوطي المباراة، قال ان يعني ظهوره في هذا المركز ده مش غريب عليه، وانه لعب في قطاع الناشئين في انبي لما كان عنده 16 سنة في هذا المركز، ودفع به مدربه وقتها سيد ياسين في هذا المركز، فبالتالي كارتيرون لما يدفع به في هذا المركز كظهير ايمن مش غريب على اكرم توفيق، وفي نفس الوقت هو سعيد ان الجهاز الفني بيثق فيه ان بيشوفه في اكثر من مركز. اللاعب الجوكر ده بيبقى لعيب مهم جدا بالنسبه للجهاز الفني، بيستعين بيه في اكثر من مركز اذا تعرض اي من اللاعبين الاساسيين للاصابه او حتى غاب لاي ظروف طارئة. يمكن الشوط الثاني بعد ما خرج اكرم او المجموعه اللي لعبت الشوط الاول في مباراه فاركو، محمد هاني كان نزل في الشوط الثاني. اكرم قال ان الفرنسي كارتيرون بيعرف قدراته جيدا وبيرد توظيفها في اكثر من مركز، مبديا تفاؤله بالموسم الجديد ومشددا في نفس الوقت على ضرورة بذل أقصى الجهد في فترة الإعداد من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية. وده اللي بيتسم به تدريبات فريق النادي الأهلي في الأيام الأخيرة، بنشوف تدريبات قوية جدا والتحامات شديدة بين اللاعبين، كل واحد بيحاول يقدم ما لديه عشان ينال ثقة الجهاز الفني. أيضا خبر آخر، برنامج تأهيلي خاص لباكاماني. باكا اللاعب الجنوب أفريقي كان عاد متأخرا من جنوب أفريقيا ودخل في ال 48 ساعة الأخيرة في معسكر الإعداد في برج العرب بالأسكندرية، كان خد راحة سلبية وثم شارك في دورة ودية مع منتخب بلادي، لذلك الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وضع برنامج تأهيلي خاص لباكا في الفترة القادمة. البرنامج البدني بيبقى لمدة 60 دقيقة لباكا عشان يرفع من معدلات اللياقة البدنية ليه خلال الفترة القادمة، والنهاردة في المران الصباحي خط تدريب بدني لمدة 60 دقيقة، ودخل في الجزء الأخير آخر 10 دقائق من التقسيمة الجماعية، دخل في تدريبات الكرة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. من الأخبار السيئة بقى يعني إصابة أحمد الشيخ. أحمد الشيخ يعني امبارح في المران الجماعي خد قدمة قوية جدا في الركبة، وده اللي أنا قلت لكم عليه، المران امبارح كان شديد جدا وكان حماسي جدا، وكل لعيب بيحاول بيأدي ما عليه وبيلعب بكل قوة، لدرجة حتى أن الجهاز الفني كان بيحاول يوقف التدريب أكثر من مرة عشان يخلي اللعيبة تبقى هادية شوية عشان ما يكونش فيه التحامات قوية وما يكونش فيه إصابة لأي لاعب، لكن نتيجة هذا الحماس تعرض أحمد الشيخ بالأمس لكدمة قوية في الركبة. الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود كان قال أن الأول هنشخص الإصابة ثم هنجري أشعة عشان نطمن على حالة أحمد الشيخ ونعرف بالظبط طبيعة هذه الإصابة. النهاردة في التدريب أحمد الشيخ غاب عن المران الصباحي بعد إصابة الأمس، وهيجري أشعة يمكن يعني أعتقد خلال الساعات الجارية هيكون الأشعة ظهرت بالنسبة للجهاز الطبي يعرف بالظبط طبيعة إصابة أحمد الشيخ، إصابة في الركبة، نتمنى يا رب بإذن الله تكون سليمة. الجهاز الفني بيحاول يطمئن على أحمد الشيخ، وقدامنا مؤمن زكريا عناصر مهمة، أحمد علاء الوافد الجديد من فريق الداخلية، يعني عناصر مهمة جدا بالنسبة للجهاز الفني في ظل أنك بالطبع خلال الساعات القادمة مع أحمد حمودي وعدد آخر من اللاعبين هتشوف مين البدائل والأعداد أو الأربع لاعبين اللي هينضموا للقائمة الأفريقية. القيد المحلي شغال، فتستطيع قيد أي من اللاعبين خلال الفترة القادمة وعلى مباراة تاونشيب، يعني ما أعتقدش الجهاز الفني هيأيد من دلوقتي، يعني قبل مباراة تاونشيب ب 72 ساعة ب 48 ساعة هيستقر على لاعب أو اثنين، لأن القيد مستمر لغاية 5/8 بإذن الله، وأمامنا أربع أماكن في القائمة الأفريقية بعد قيد 26، وكان آخر المقيدين باقى قبل مباراة الترجي في استاد برج العرب. طيب التدريبات بنشوف فيها أشياء مختلفة شوية، الجهاز الفني من خلال المرحلة البدنية والاستعداد الفني وتكليف عدد من اللاعبين ببعض المهام داخل الملعب، بنشوف الأداء الهجومي والأداء الدفاعي بيبقى حريص كارتيرون على تنفيذه بشكل مهم جدا،
وبيعقد حصص تدريبية لبناء الهجمة من الخلف حتى الأمام وفي الاندفاع الهجومي وفي الارتداد الدفاعي. وده كله شغل تكتيك وشغل فني بيبقى الجهاز الفني بيشتغل عليه، لأن مرحلة الإعداد هو التأسيس أو البناء اللي هتبدأ تشتغل بيه للموسم القادم. لو أنت بتبني عمارة وعايز تطلعها بشكل جيد وتستحمل وتعيش معاك 50 سنة أو 100 سنة لازم تحط الأساس كويس. فأي فرقة كورة عايزة تلعب موسم فني وبدني على أعلى مستوى هي المرحلة الحالية اللي احنا فيها دلوقتي اللي هتأسس بيها الفريق بشكل جيد، سواء في الناحية البدنية في تنسيب أعالي وفي نفس الوقت الناحية الفنية في تنفيذ الكرات الثابتة، في تنفيذ الأداء الهجومي، في الارتداد الدفاعي والكونتر أتاك. كل الأمور الفنية دي مهمة جدا للجهاز الفني، بيحفظ بها اللعيبة، بيشوف طريقة اللعب، الشكل الهجومي هيبقى شكلك عامل إزاي. وبتبقى دايما في تعليمات مكثفة، يمكن حتى متابعتنا للتدريبات في الأيام الأخيرة دايما كارتيرون بيوقف المران كتير، ومش من النوع اللي هو ممكن يعدي لعبة أو يمشي باص بسهوله، لازم يوقف لانه عايز اللعبه تتلعب بشكل معين، الاوفر يتعمل بشكل معين، الباص يطلع بطريقه معينه. وهي الفتره دي فتره كويسه لتصحيح الاخطاء وانك بتدي تعليمات فنيه للعيبه، والمباريات الوديه بتبقى الهدف منها ده. حتى المباريات الوديه لما بيبقى الجهاز الفني مش عايزها تتذاع او الناس ما تشوفهاش في الفتره الحاليه ده بيبقى شغل فني مهم جدا عشان تبني عليه المرحله القادمه وتفاجئ بيه الفرق وانت بتستعد للموسم الجديد، سواء بالنسبه للمستوى او المشوار الافريقي او حتى في المشوار المحلي. الاهلي بكره عنده مباراه مهمه جدا مع نادي الشمس، قلنا المباراه هتكون الساعه 5، هي المرحله او المباراه الثانيه من مرحله الاعداد بالنسبه لفريق النادي الاهلي. مباراه فاركو، يمكن الجهاز الفني خاض المباراه بمجموعتين، مجموعه شاركت في الشوط الاول وظهرت بشكل جيد جدا وكان في شغل يعني هجومي ودفاعي مميز وكرات عرضيه واختراق من منتصف الملعب بشكل رائع جدا. لكن طبعا لسه انت بتبدا فتره الاعداد، فمنتظرين الافضل والافضل. بنشوف اداء صلاح محسن احد المهاجمين الواعدين اللي بالتاكيد الفتره القادمه هيكون من العناصر المبشره جدا واللي هتكون من نجوم بطوله الدوري الممتاز يا رب ان شاء الله السنه القادمه والموسم القادم. بالطبع ايضا مباراه الشمس الجهاز الفني هيحاول يطبق فيها بعض طرق اللعب و تنفيذ بعض الجمل الخططيه والتدريبات الفنيه في هذه المباريات. والمباريات الوديه دايما النتائج مش هي المقياس، الجهاز الفني ما بيبصش على النتائج، هو بيبص على طريقه الاداء وتحرك اللعيبه ومدى الاعداد البدني او مدى اللياقه البدنيه اللعيبه وصلت لها لاي مرحله. لسه بتبدا موسم، فبالتاكيد المرحله البدنيه بتبقى لسه هتيجي مع الماتشات فهتبان اكتر مع عدد المباريات، لكن المباريات الوديه بتبقى مهمه جدا للجهاز الفني عشان بداية الموسم والمباريات الرسمية. ودايما الجهاز بيبقى حريص في المباريات الودية ان هو يشتغل بشكل مختلف، سواء حتى في النتائج او حتى في التشكيلات او في التغييرات. طيب للاقتراب اكثر لمتابعة تدريبات فريق النادي الاهلي وتصريحات الجهاز الفني والاستعدادات للمرحلة القادمة، بينضم لي في هذه اللحظات على التليفون زميلي كريم احمد مراسل قناة النادي الاهلي. اولا كريم برحب بيك وطمني على تدريبات فريق النادي الاهلي واللي شفته النهارده في التدريب الصباحي، وغدا مباراه وديه مهمه جدا من فريق نادي الشمس قبل السفر للمعسكر الاوروبي في سلوفينيا. اهلا بك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. زي ما انت طبعا شرحت بالفعل النادي الاهلي بيستأنف تدريباته على قدم الوثاق يعد بكل قوه خلال الموسم القادم. النهارده زي ما انت قلت التدريب النهارده كان صباحي في الساعه 9 صباحا، لكن سبقه الساعه 8:30 كان في تدريب لحراس المرمى تحت طبعا قياده المدرب الكابتن مصطفى كمال، كان قبل التدريب بنصف ساعة ثم اشتركوا مع التدريب الكامل تحت قيادة مستر باتريس. النهاردة كان في بعض الأحمال البدنية مستر مايكل ليندمانت مع الخطة البدنية اللي هو حاططها من مساعدة طبعا حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال، النهاردة كان في تنفيذ جزء منها. يمكن كان في النهاردة بعض الحواجز بعض السبرنتات في الملعب، الحمل تدريجيا بينزل قبل انطلاق المعسكر الأوروبي اللي هيرتفع فيه الحمل التدريبي سواء بالمباريات أو بالتدريبات الصباحية والمسائية. ويمكن كمان النهارده الشيء اللي كان مميز وايجابي في التدريب النهارده كان في تدريبات الكوره النهارده مع مستر باتريس، كان في شغل كبير النهارده من الجمل التكتيكيه، حاول النهارده ان هو يبني الهجمه من الخلف عن طريق الاطراف باقل بساط ثم الوصول الى المرمى والتصويب على المرمى. يمكن حاجه يمكن اول مره بنشوفها النهارده مع البصمات الاولى لمستر باتريس. وقف التدريب اكثر من مره، كان بيحاول ان هو يوصل فكره في ان يكون الباص السريع على الاطراف ثم يكون في كروس من اليمين او الشمال وانهاء الكره بشكل اسرع ومن اول لمسه واستغلال كل الفرص وعدم اهدار اي فرص. ودي كانت الحاجات الايجابيه النهارده في التدريب زي ما بقول مميز وكان رائع بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، التركيز الزائد سواء في معسكر الاسكندريه اللي انتهى وبيبدا كمان التدريبات الثانيه قبل انطلاق ان شاء الله المعسكر الاوروبي. عايز اقول لك كمان
النهارده كان بالنسبه لمستر باتريس كان في محاضره سريعه مع اللاعبين نتكلم معاهم على الفتره القادمه اهميتها. غدا مباراه الاهلي والشمس هي المباراه الثانيه بالنسبه للنادي الاهلي، اداء كان متميز واداء طيب في المباراه الاولى. مباراه الشمس على ما اعتقد ترى اقوى من مباراه فاركو، هيشوف كمان بعض اللاعبين في بعض المراكز المختلفه. المباراه الماضيه شفنا اكرم توفيق بيلعب باك رايت، شفنا وليد سليمان في منتصف الملعب، اسلام محارب شارك في منتصف الملعب. اكيد مباراه الشمس هيكون فيها بعض الاستعانه ببعض اللاعبين في اماكن مختلفه. زي ما قلنا قبل كده مستر فاتريس بيحاول يشوف كل اللاعبين هيقدر يدي كام في الميه في كل مركز، مش لازم يكون 100% او يدي كل اللي عنده، لكن بيحاول ان هو يشوف اللعيب في هذا المركز يكون يقدر يدي كام في الميه للاستعانه بيه خلال المعسكر الاوروبي في المباراتين المهمين جدا للكابتن محمد المدرب العام ومستر فاتريس او خلال المشوار القادم لفريق النادي الاهلي. زي ما بقول لك غدا ان شاء الله تكون مباراه قويه للنادي الاهلي، بنتمنى النهارده يكون في استفاده للاعبي النادي الاهلي ومستر فاتريس قبل ان شاء الله المعسكر الاوروبي اللي بيتمنى يكون ناجح باذن الله. جميل. طيب كريم، برضو انت قريب في التدريبات من اللعيبه ومن الجهاز الفني، الحاله المعنويه الحاله النفسيه مدى قرب الجهاز الفني، خاصه انه جهاز فني جديد مع اللاعبين؟ يمكن كابتن محمد يوسف بس طبعا كان مدير فني سابق وحقق مع الاهلي بطوله افريقيه ومعظم اللاعبين كان عارفهم بشكل كويس جدا وقريب جدا، لكن باقي الجهاز الفني مدرب الاحمال مدرب الحراس كابتن مصطفى كمال مع الحراس اللي معاه كابتن سامي قمصان كارتيرون حتى في تعامله مع اللاعبين، شايف الحاله ازاي والحاله المعنويه للمرحله القادمه؟ اعتقد يمكن الحاله المعنويه مبشره ومطمئنه جدا سواء لمستر باتريس او لمستر مايكل ليندمان او لكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى. زي ما بنشوف محمد في التدريبات في تجانس في حب، بنشوف هزار مع مستر باتريس مع اللعيبه، بيتكلم مع اللعيبه بصفه مستمره وبشكل منفرد مع العدد كبير من اللعيبه. الراجل طبعا في اول معسكر في الاسكندريه عايز يوصل للعيبه يتعرف عليهم يشوف ايه اللعيبه ناقصه ايه، بيحاول ان هو يقرب بشكل كبير جدا. كابتن مصطفى كمال واحد من ابناء النادي الاهلي، الحب الكبير طبعا مع الحراس، يمكن المتواجد هو علي لطفي من الحراس الكبار اللي موجودين باستثناء طبعا شريف اكرامي والشناوي، لكن زي ما بقول لك العلاقه طيبه ورائعه. مستر مايكل ليندمان معروف حبه الكبير للعيبه واللعيبه بتحبه بشكل كبير جدا. اعتقد ان شاء الله يكون هذا الجهاز ان شاء الله يصحح المسار مع مستر فاتريس في البطوله الافريقيه. زي ما بنقول مباراتين هامتين جدا محمد خلال الفتره اللي جايه، لكن الامور مطمئنه يعني لابد من جمهور الاهلي ان هو يتفائل بهذا المدرب وهذا الجهاز المطمئن ان شاء الله خلال الفتره القادمه. زميلي كريم احمد مراسل قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. يا كريم طبعا زي ما سمعنا من زميلنا كريم احمد عن تفاصيل تدريبات فريق النادي الاهلي والاستعداد للمرحله القادمه، عايز اكد لكم كمان نقطه مهمه جدا ودي متعلقه بجمهور النادي الاهلي. بدايه الموسم مباراتين حاسمتين بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين في المشوار الافريقي، مباراه تاونشيب هنا في او برج العرب في الاسكندريه يوم 17/7، وبعدها ب 10 ايام على طول مباراه في بوتسوانا. 6 نقاط هيحطوك في المجموعه بشكل جيد جدا، تعادلك مع الترجي في المباراه الاولى وخسارتك امام كامبالا سيتي في اوغندا وضعتك انك في مرحله لازم تفوز بالجوله الثالثه والجوله الرابعه. اذا الجهاز الفني في بدايه مشواره مع النادي الاهلي عنده مباراتين ب6 نقاط ما فيهمش هزار عشان يفوز بيهم ويكمل المشوار، يبقى محتاجين من الجمهور ان يكون متواجد خلف الجهاز الفني واللعيبه، يدفعهم للامام، يكون موجود معاهم بشكل ايجابي، رفع الحاله المعنويه. مباراه الاولى طبعا في برج العرب هتكون اول مباراه كارتيرون مع النادي الاهلي ووسط جمهور النادي الاهلي بالتاكيد في استاد برج العرب، مباراة الافريقيه دايما عارفين بيبقى فيها جمهور، فالحاله المعنويه والدفعه المعنويه يعني صوت الجمهور مع الجهاز الفني واللاعبين مهم جدا في البدايه. وزي ما قلنا يمكن المباراتين دول 6 نقاط بالنسبه للنادي الاهلي مهمين جدا، والجمهور مطلوب منه انه يساند الجهاز واللعيبه للمرحله القادمه بشكل ايجابي. ممكن تفوز مباراه وتتعادل مباراه، يعني تبقى عندك 4 نقاط، وان شاء الله باذن الله الجميع بيسعى ل6 نقاط عشان يتواجد في الصوره بشكل جيد. لكن المهم بعد هذين المباراتين تفضل او يفضل الدفعه المعنويه من الجماهير للجهاز الفني واللاعبين ما تقلش او تنزل 1%، لان المشوار اللي بعد كده مهم. ما ينفعش حتى بعد اولى المباريات او مباراه تاون شيب سواء في برج العرب او في بوتسوانا نبدا نتكلم عن التشكيله او الاداء او الشكل او الكلام ده كله. ان شاء الله الجهاز هيسعى بشكل جيد جدا للمرحله القادمه انه يوصل بالتوب فورم للفريق بشكل ايجابي. هو عارف ان ال6 نقاط مهمين جدا، بدليل ان حتى الكابتن محمد يوسف وهو خد تجارب زي دي كتيره جدا وعارف اهميه المرحله ديت، قال لك حتى منع التصريحات الاعلاميه وغلق تام حوالين الفريق لمده شهر لغايه مباراه العوده امام تاون شيب، لان عارف ان المرحله دي ما فيهاش هزار وهي اللي هتبني عليها بشكل ايجابي لبدايه الموسم والموسم كله. عندك بعد كده مباريات بطوله عربيه وعندك انطلاق الدوري وعندك ماتش في الترجي في تونس بعد مباراه تاون شيب مباشره بحوالي اسبوعين، فعندك مباريات متتاليه وهتبني بشكل جيد
والجهاز الفني لسه بيبدا، واي جهاز فني لسه بيبدا مع اي فريق في العالم بيبقى محتاج مساحه من الوقت ان هو يبدا يتعرف على اللعيبه ويبدا يشوف طريقه اللعب والاداء والتشكيل، وفي نفس الوقت يكون محتاج ثقه من الجمهور. ده المطلوب في المرحله القادمه مع الشغل الفني والشغل الاداري. الجمهور يكون له دور ايجابي جدا مع الجهاز الفني اللي كارتيرون او الجهاز كله بلا استثناء ما بيفوتش اي حاجه داخل المعسكر، في الاستريتشات، في العلاج الطبيعي، في التاهيل، يمكن كل واحد له تخصص في جزئيه معينه داخل المعسكر، لكن الجهاز الفني او الهيد كوتش بوجود كارتيرون على راس القياده الفنيه يعني حاطط ايده في كل هذه المسائل عشان يشوف كل صغيره وكبيره داخل المعسكر او كل صغيره وكبيره داخل الفريق عشان يبني على ده في المرحله القادمه. فدور الجمهور هو الدعم بالنسبه للفتره القادمه. قبل ما اروح لاختبارات قطاع الناشئين وانطلاق الاختبارات غدا بالنسبه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، واحنا بنتكلم على الموسم القادم، يمكن خلال الاسبوع القادم في اجتماع مهم جدا للمهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد كره القدم مع الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. الموسم القادم فيه صعوبات كبيرة جدا، الصعوبات ليست في عدد المباريات أو إقامة العديد من البطولات في مدة قصيرة، لكن الصعوبات أكتر كمان في عدد القائمة. طيب الأهلي هيشارك في دوري أبطال العرب أو البطولة العربية، البطولة العربية من دور الـ 32 حتى النهائي 10 مباريات، دوري أبطال أفريقيا المرحلة المتبقية بداية من مباراة تاونشيب 17/7 حتى منتصف نوفمبر المباراة النهائية 10 مباريات، دوري ابطال افريقيا بالنظام الجديد هينطلق في اواخر نوفمبر اوائل ديسمبر، يعني بعد نهايه هذه البطوله بحوالي 10 ايام اسبوعين 14 مباراه. كاس مصر بدءا من دور ال 32 الى مباراه نهائيه 5 مباريات. الدوري العام بنظامه 18 فريق 34 مباراه. السوبر المصري مباراه، والسوبر الافريقي مباراه، والسوبر السعودي مباراه، وكاس العالم للانديه باذن الله بالتاكيد الاهلي بيسعى للنهائي والفوز بالبطوله الافريقيه وكاس العالم، فلازم نحطها في الحسبان. الاهلي نادي بطولات، فبنضع في الحسبان كل هذه البطولات خلال الفتره القادمه. هيبقى محتاج فتره اعداد اسبوع وعدد مباريات في كاس العالم بيبقى الحد الادنى من مباراتين الى 4 مباريات. طب كم مباراه بدءا من 17/7 حتى منتصف مايو 2019؟ 80 مباراه. 80 مباراه دون أن يتخللها أي مباراة رسمية لمنتخبنا الوطني اللي عنده تصفيات أفريقية لكأس الأمم في الكاميرون اللي هتنطلق شهر يونيو العام القادم بعد نهاية الدوري والبطولات الأفريقية. طيب 5 مباريات رسمية متبقية لمنتخبنا الوطني اللي خاض مباراة واحدة أمام تونس وخسرها في استاد رادس بهدف مقابل لا شيء. 5 مباريات بفترة استعداد لكل مباراة 5 أيام، يبقى بتكلم من 25 يوم إلى 30 يوم، إذن شهر. شهر مع 80 مباراة مهمة جدا، فبالتالي محتاج ان انت تستعد بشكل جيد جدا. طيب مع كم هذه المباريات والاستعداد للمرحله القادمه، انت بتتكلم بقايمه 25 لاعب هتلعب بيها المرحله القادمه، كل هذه المباريات بقايمه 25 لاعب. اتحاد الكره اقر ان لائحه الموسم القادم في شؤون اللاعبين 25 لاعب فقط. طب بتلعب في افريقيا بكم لاعب؟ ب 30 لاعب. طب البطوله العربيه ب 40 لاعب. طب من 25 ل 40 لاعب هتجيب الفارق ال 15 لاعب منين؟ هيبقى من مواليد 97 ومواليد قطاع الناشئين. طيب هرجع للموضوع ده تاني، لكن مهم جدا في هذه اللحظات ينضم لي على التليفون الكابتن فتحي مبروك المدير الفني والمسؤول عن قطاع الناشئين، مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يحدث اهلا بكم من جديد بعد الفاصل، ومتابعه كانت مهمه جدا لقطاع الفريق الاول لكره القدم وايضا قطاع الناشئين والاختبارات خلال الفتره القادمه. لكن جانب آخر من أهم القطاعات الرياضية داخل النادي الأهلي القطاع الألعاب الفردية والألعاب الجماعية، حيث أن خلال الأيام الأخيرة كانت هناك دورة ألعاب البحر المتوسط، ونجح عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي في تحقيق البطولات وتحقيق ميداليات كثيرة في دورة ألعاب البحر المتوسط. لذلك بالأمس خلال الدورة التنشيطية والبطولة التنشيطية لبراعم كرة الماء التي أقيمت في مدينة نصر، كان هناك تكريم هام جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي للفائزين بالمراكز الأولى في دورة ألعاب البحر المتوسط والنتائج الجيدة التي حققها لاعبي النادي الأهلي في هذه الدورة الأولمبية الهامة جدا التي أقيمت في أسبانيا. قام الأستاذ إبراهيم القفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس بتكريم أبطال النادي نيابة عن مجلس الإدارة. جاء في مقدمة اللاعبين الذين تم تكريمهم السباح علي خلف الله الفائز بالميدالية البرونزية لمصر في منافسات الخمسين متر حرة بدورة ألعاب البحر المتوسط، وأيضا أحمد خالد راتب أصغر لاعب يشارك في بطولة البحر المتوسط والذي يتم تجهيزه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في بيونس أريس في الأرجنتين
خلال شهر اكتوبر المقبل. خلال الفترة الحالية ايضا الدورة التنشيطية والبطولة التنشيطية لبراعم كرة الماء بدأت في فرع النادي بمدينة نصر، وتلعب او تقام هذه البطولة على مدار يومين. انطلقت امس الخميس، واستغل الاستاذ ابراهيم القفراوي ومجلس إدارة النادي الاهلي على هامش هذه البطولة التنشيطية تكريم بلاعبي النادي الاهلي الذين فازوا وحققوا القاب وميداليات مهمة جدا في لعبة السباحة في دورة العاب البحر المتوسط. يمكن هناك عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي متواجدون داخل الالعاب والمنتخبات الجماعيه والفرديه في هذه البطوله في اسبانيا، سواء في الكره الطائره او في الالعاب الفرديه، لعبه السباحه وكره الماء. لاعبين كثيرين حققوا ميداليات خلال الفتره الاخيره في هذه الدوره الاولمبيه. براعم السباحه بالامس، وشفنا طبعا او قدامنا بعض اللقطات من البطوله التنشيطيه الثالثه لبراعم كره الماء والسباحه. هذه البطولة بتقام على مدار يومين في فرع النادي بمدينة نصر، وبينضم لنا عدد كبير جدا من لاعبي الفرق الأخرى بتشارك في هذه البطولات. طيب، للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي. كابتن وائل أهلا بيك. أهلا وسهلا، وإحنا متشكرين على المقدمة الجميلة دي. الله يخليك. البطولة التنشيطية عشان تبقى عندك علم، دي البطولة التنشيطية الثالثة. تمام. بيمثلها حوالي 1000 سباح من الشيخ زايد ومن الجزيره ومن مدينه نصر، فروع ثلاث فروع النادي الاهلي. وبالمناسبه اول مره الشيخ زايد يشارك معانا، وده نتاج الفتره اللي فاتت من ساعه ما تم افتتاح حمام السباحه الشيخ زايد. احنا امبارح تم تكريم علي خلف الله اللي كسر اول مره سباح مصري يكسر الحاجز 22 ثانيه في ال 50 متر حره. وكان معانا زي ما حضرتك قلت احمد خالد راتب، وده اصغر سباح شارك في البطوله، بطوله البحر الابيض المتوسط، وعمل رقم قياسي جديد لمصر تحت 18 سنه. وان شاء الله بمشيئه الله في مزيد من الانجازات بالنسبه لسباحين النادي الاهلي، لان هم اعمده منتخب مصر. اعتقد فوز علي خلف الله واحمد خالد راتب كاحد اللاعبين الصغار في دوره العاب البحر المتوسط هم نتاج جهاز العاب الماء، و بيشاركوا حتى في الدوره التنشيطيه او البطوله التنشيطيه اللي اقيمت العام الماضي او العام قبل الماضي. للعلم حضرتك الاثنين السباحين دول من مدارس السباحه في النادي الاهلي، مرورا بالبراعم والناشئين والفرق الكبيره. هم بسم الله ما شاء الله يعني ولدين مبشرين بالخير، سواء علي خلف الله، وطبعا هو علي من السباحين الاقوياء اللي على مستوى افريقيا. علي مصنف على مستوى العالم دلوقتي بالرقم اللي هو عمله ده ال 14 على العالم، وان شاء الله بمشيئه الله في بطوله العالم اللي جايه يعمل فجأة ويحقق اللي احنا عايزينه في الاولمبياد ان شاء الله. طيب، الدوره التنشيطيه او البطوله التنشيطيه المقامه حاليا بيجي ينزل بطولات رسميه في النادي الاهلي لان هو في جامعه امريكا. طيب طيب كابتن وائل، البطوله التنشيطيه اللي بتقام في هذه الايام في مدينه نصر، اخبارها والماتشات وال يعني المنافسات شايفها ازاي في ظل مشاركه اكثر من 1000 لاعب ولاعبه؟ الو، يبدو اننا فقدنا الاتصال بالكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء. انا بشكره شكرا جزيلا على مداخلته معانا وتكريم النادي الاهلي بالامس الاثنين من ولاده في لعبه السباحه ومشاركتهم بشكل ايجابي في دوره العاب البحر المتوسط. ننتظر يا رب خلال الايام القادمه والسنوات القادمه ايضا مشاركات مهمه جدا في دوره العاب الصيفيه في السنوات القادمه. ايضا النادي الاهلي بيهنئ دينا مشرف بذهبيه البحر المتوسط، حيث وجه الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي التهنئه لدينا مشرف لاعبه تنس الطاوله بالنادي الاهلي بعد فوزها بالميداليه الذهبيه في منافسات دوره العاب البحر المتوسط خلال منافسات امس الخميس. دينا نجحت في الفوز على بطله موناكو في المباراه النهائيه 4-1، ودينا مشرف من اللاعبات المميزات جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر، فازت ايضا على اللاعبه الصينيه او الصين تحديدا في تنس الطاوله من الدول الرائده والفائزه دائما بالميداليات والبطولات. ويمكن في الخمسين سنة الأخيرة يعتبر ده إنجاز جيد جدا لأول مرة بتحققه لاعبة مصرية زي دينا مشرف. كابتن أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الضخم بفوز دينا بالميدالية الذهبية، وقال إن هي لاعبة متميزة جدا وبذلت في الفترة الأخيرة جهود كبيرة لدرجة إنها ضحت بكل فرص العمل التي أتيحت لها بعد تخرجها من الجامعة وفضلت تفرغها للعبة. تنس الطاولة سيدات من الالعاب اللي داخل النادي الاهلي بيحققوا انجازات جيده جدا جدا، ودينا من اللاعبات اللي خلال السنوات الاخيره
ظهر اسمها بشكل جيد سواء في البطولات الإقليمية أو البطولات الدولية. وتهنئة مهمة جدا من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي نيابة عن مجلس الإدارة. أيضا من ضمن أخبارنا أحمد قطب يواصل العلاج الطبيعي. أحمد قطب هو أحد لاعبي الفريق الأول للكرة الطايرة بالنادي الأهلي، وشفنا أنه تعرض لإصابة في البطولة الأفريقية التي أقيمت في صالة الأمير عبد الله الفيصل، تعرض لإصابة بالرباط الصليبي، لكن خلال الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة كان بيأدي بعض التدريبات التأهيلية والعلاج الطبيعي. بدأ اللاعب تنفيذ برنامج جديد بعد مرور 3 أشهر على الإصابة، وخلال الفترة القادمة بإذن الله يقترب تدريجيا من العودة للتدريبات والمشاركة مع الفريق في المباريات، خاصة أن الموسم بالنسبة للألعاب الفردية أو حتى الألعاب الجماعية كرة الطايرة أو السلة أو اليد بينطلق في شهر أكتوبر، فأمامه فترة طيبة للاستعداد للمرحلة القادمة. وإن شاء الله أحمد قطب يعود سالما للفريق ويشارك بشكل جيد في المباريات القادمة. وفريق الطايرة بيحقق نتائج جيدة جدا مع الكابتن محمد مصلح ميدو بالفوز بالعديد من البطولات خلال الفترة الأخيرة، وأيضا ننتظر منه المزيد والمزيد في الفترة القادمة بعد عودته أولا من دورة البحر المتوسط، حيث يقود المدير الفني كمدير فني لمنتخب مصر في هذه البطولة الهامة جدا. طيب ننطلق إلى أحداث المونديال والأخبار العالمية وانطلاق مباريات دور 16 غدا. خلاص بقى دخلنا في مرحلة الجد والمباريات الحاسمة والمصيرية، مرحلة البلاي أوف، يعني الفائز يتأهل والخاسر يخرج ويعود إلى بلاده. قمة غدا مبكرة بين فرنسا والأرجنتين في دور 16، مباراة هامة جدا هتكون الساعة 4 بتوقيت القاهرة في أولى مباريات دور 16. يليها في الساعة الثامنة مباراة أوروجواي والبرتغال، مواجهة بين سواريز نجم برشلونة وأوروجواي، ومواجهة مع كريستيانو نجم البرتغال وريال مدريد. بالتأكيد مواجهات مهمة في أولى مباريات دور 16. الكل بيتحدث على ان الكل بيتوقع مباريات دور الثمانيه الارجنتين والبرتغال، مواجهه ايضا تتكرر بين ميسي ورونالدو، لكن اولى اللقاءات فرنسا الارجنتين اوروجواي البرتغال. يوم الاحد اسبانيا وروسيا الساعه 4، روسيا البلد المضيف امام اسبانيا المتاهل ببعض النتائج السلبيه في دور المجموعات ومتاهل بعد التعادل مع المغرب 2-2. المباراه الاخرى في الساعه الثامنه كرواتيا مفاجاه البطوله مع الدنمارك. الدنمارك يمكن من اخر مبارياته امام فرنسا كان ظهر بشكل باهت جدا، لكن كرواتيا من المنتخبات التي ظهرت بشكل جيد من خلال لوكا موتريتش وكوفازيتش ولاعبين مميزين في هذا المنتخب. كرواتيا والدنمارك مباراه مهمه جدا، والفائز بين اسبانيا وروسيا هيواجه كرواتيا والدنمارك في دور الثمانيه. يوم الاثنين في الساعه 4 البرازيل السيليساو مع المكسيك. المكسيك صاحب النتائج المفاجاه في هذه البطوله والفوز على المانيا بطله العالم، ستواجه البرازيل مواجهه لاتينيه بين أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. وفي الساعة الثامنة بلجيكا أقرب الفرق في هذه البطولة لتحقيق نتائج إيجابية والوصول لأبعد ما هو في هذه البطولة أمام المنتخب الياباني، المنتخب الأسيوي الوحيد الذي تأهل إلى دور 16. البرازيل المكسيك الساعة 4، بلجيكا اليابان الساعة 8، والفائز في هذين المباراتين سيواجه الآخر دور 8. آخر الجولات والمباريات دور 16 يوم الثلاثاء 3 يوليو في الساعة 4 مواجهة أوروبية بين السويد وسويسرا، وفي الثامنة مواجهة لاتينية أوروبية كولومبيا، خيمس رودريجيز ورادمير فالكاو أمام المنتخب الإنجليزي بهداف هذه البطولة حتى الآن هاري كين. مباراة في الساعة الثامنة، مباريات مثيرة وقوية وحماسية. يمكن الانطلاقة فرنسا والأرجنتين، يمكن الكل عارف ان الاداء كلا المديرين الفنيين لكلا المنتخبين سواء المنتخب الفرنسي او المنتخب الارجنتيني هيدوا ايحاء ان المباراه هتكون ضعيفه على المستوى الفني، لكن الكل بينتظر اداء مختلف من اللاعبين في هذه المباراه. ديشامب مع فرنسا بيقدم مباريات ضعيفه وتغييراته وشكله الفني مع الفريق، وايضا الارجنتين مع سان باولي. يمكن الارجنتين شفنا فيه روح فنيه وروح عاليه جدا من اللاعبين في هذه المباريات مختلفه تماما عن المنتخب الارجنتيني خلال البطولات الاخيره، فهتكون مواجهه بين اللاعبين بعيد عن المواجهه الفنيه وعلى الخطوط بين كلا المديرين الفنيين. ايضا المباريات مهمه جدا وطموح برتغالي اوروجواي في هذه المباريات. ايضا عندنا خبر اخير، جوزيه مورينيو بيدعم ديخيا قبل مواجهه اسبانيا وروسيا. جوزيه مورينيو هو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بيدعم حارس منتخب اسبانيا ديخيا في مباراه كاس العالم، وعنده مباراه هامه جدا امام المنتخب الروسي. دي كانت اطلالتنا الاخباريه ومتابعتنا النهارده في نشرتنا الرياضيه لكل ما هو جديد في داخل قطاع كره القدم في النادي الاهلي والاستعداد للمرحله القادمه، وايضا قطاع الناشئين والاختبارات خلال الساعات القادمه بدءا من الغد باذن الله، ومباراه كاس العالم وانطلاق الدور 16 غدا باذن الله. شكرا لحسن المتابعه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.